بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنتكلم على خطوات تصميم الايزوليتد فوتينج المعرضة لعزم بيسموه ده عزم باي اكسيال، يعني عليه ام اكس وام واي، وعرفنا الام اكس والام واي بتتجاب ازاي. الخطوات بتاعتنا هي هيها، بس السيستم نفسه هو اللي هيختلف. فلو عايزين نعرف الخطوات بتاعت التصميم لازم يكون معطى عندي النت الاولبل بيرنج كاباسيتي اوف سويل اللي هي اليونت الاولبل، اليلد ستريس اوف ستريس اللي هي الاف ييلد، الكاركترستيك كومبريسيف سترينث اوف كونكريت اللي هي اف اس يو، الحمل بتاع العمود بي كولوم. واحنا هنفترض ان العزم اللي هيدهوني على القاعده بتاعتي عزم اللي هو الام اكس والباي اكسل دوت، ام اكس بيساوي مين؟ الام واي. فده هيبقى العمود بتاعي هيبقى مربع والقاعده مربعه، والكولوم دايمنشنز لازم اكون عارفه اللي هو البي كولوم في البي كولوم، وسمك الخرسانة العادية عشان هل هي أكبر من أو أقل من 20 سنتي أو أكبر من أو يساوي 20 سنتي. طيب إيه الخطوات؟ زي ما احنا تعلمنا أول خطوة عندنا لازم نحسب الأحمال. الأحمال بتاعتي عبارة عن إيه؟ بي وركينج هي البي كولوم، أما البي ألتميت هي 1.5 في البي ورك، الام اكس وركينج هي الام اكس، الام اكس ألتميت 1.5 في الام اكس، الام واي وركينج هي الام واي، الام واي ألتميت هي عبارة عن 1.5 في الام مين؟ واي بتاعتي. كده جبت الأحمال بقت جاهزة عندي، ابتدي اشتغل في مين؟ في الدايمنشن. الدايمنشنز لازم ابتدي احدد هل التي بي سي بتاعتي اقل من 20 ولا اكبر من 20، يعني هل الخرسانة العادية شغالة معايا في التصميم ولا عبارة عن فرشة نظافة زي ما اتعلمنا قبل كده. طيب في مشكلة ان انا عندي دلوقتي لو كان الحمل على القاعدة حمل فقط كده فالستريس يونيفورم، فكنت ممكن اقول ان الاريا بتساوي البي على مين؟ على الكيونت اللوبل. ولو كان عندي عزم يعني في مش اتجاه واحد هنسميه ريفرسابل يعني، فكان الاستريسز نون يونيفورم، فكنا بنحط الكيو نت الاول بتساوي البي على ال في البي في 1 زائد 6 اي على ال، وكنا بنعمل الجدول ونبتدي نطلع. المشكله ان الاستريسز هنا مش يونيفورم خالص، يعني القاعده بتاعتي لو هي شكلها عامل كده الاستريس ممكن يبقى كبير قوي وبعدين جاي كده وبعدين جاي كده، يعني استريسز نون يونيفورم خالص، فانا ما عنديش قانون ممكن اطلع منه الاستريس. فانا هفترض ان هو تقريبا كده يونيفورم واقول ان انا الاريا بتساوي البي على الكيونت الاول، بس هضربها بفاكتور عشان المومنت 1.5 ل 1.7 رقم كده راندوم. بعد ما اجيب الدايمنشن ديت هبتدي اعمل تشيك على الاستريسز في الخطوات اللي جاي بعد كده. طبعا ده عمود او دي قاعده مربعه، لو انت عايز تجيب البي ار سي هي ما هي الا جذر الاريا بتاع الفورس الكونكريت، خلاص جبت البي اقربها لاقرب 5 سنتي يبقى انا جبت الايه البي ار سي. عايز اجيب البي بتاع البي سي يبقى بتساوي البي ار سي زائد 2 تي بي سي، ده لو كانت سمك الخرسانه عاديه اقل من 20. لو كانت اكبر من او تساوي 20 الموضوع برضك مفيش مشكله، بس الاريا هتبقى بتاعت مين؟ البلين كونكريت 1.5 من 1.5 ل 1.7 في البي وركينج على كيونت الاول، وفي الحاله دي البي بتاعت البي سي جذر مين؟ الاريا بتاعت البلين كونكريت. وابتدي اقرب البي بتاعت البلين كونكريت لاقرب 5 سنتي بالزياده، وابتدي اجيب بقى السي بي سي اللي هي تي بي سي في جذر 1.33 على كيونت الاول زي ما اتعلمنا ازاي بنجيب السي بي سي، ومنها اقدر اطلع البي ار سي بتساوي البي بتاعت البلين كونكريت ناقص 2 اي سي بي سي. وانا كده جبت الدايمنشن بتاعتي بتاعت الخرسانه العاديه وبتاعت الخرسانه المسلحه في الحالتين بتوع، ودي معروفه ان الخطوه الثانيه اللي هي خطوه الدايمنشن. شكرا.